بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم أحد العينات التي درستها في السابق في مختبري. طبعا هذه أحد العينات التي درستها في السابق، عبارة عن أنسجة مختلطة بالتربة والمخلوقات الدقيقة الأخرى المتواجدة فيها من خلايا طحالب وبكتيريا، طفيليات، فطريات. طبعا هذه العينة أخذتها من بركة ماء متواجدة في محافظة الأحساء. طبعا تم دراستها ومعرفة الميكروبات المتواجدة داخلها ودراسة الميكروبات، لأني لقيت فصائل كثيرة، بكتيريا حلزونية وغيرها من البكتيريات الأخرى المتواجدة في البرك المائية، وأيضا لقيت فطريات كثيرة جدا، ممكن تلقى أيضا ديدان مجهرية، ولقيت خلايا كثيرة جدا متعددة، يعني مثل الخلايا النباتية والطحالب وغيرها من الخلايا الأخرى. طبعا مثل ما تلاحظون، الأسود عبارة عن أنسجة نباتية متحللة حصل لها تليف نسيجي في الطبقات العليا والداخلية. ممكن تلقون ميكروبات وطفيليات وديدان كثيرة جدا في هذه العينات. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم أحد العينات تحت المجهر.